استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين في مبنى القيادة العامة صباح اليوم عددا من الضباط الخريجين حديثا من الكليات العسكرية والجامعات، وذلك لتقليدهم الرتب العسكرية وأداء القسم القانوني، بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. قد تشرف الضباط الخريجين بالسلام على صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين حذر القسم القانوني سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبد الله حسن النعيمي المفتش العام، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى وتبريكاته بمناسبة قسمكم اليوم. أنتم تسيرون على خطى أخوان لكم وأشقاء وقادة سبقوكم في هذا المجال، وجميعهم ولله الحمد تحلوا بجميع المزايا اللي ارفعت من مستوى القائد والضابط في قوة الدفاع في جميع الأمور وفي جميع الظروف في السلم وفي الحرب، وإن شاء الله أن أنتم تكملون أيضاً بعد نواقص أخوانكم ووحداتكم اللي تلتحقون فيها. قيادة الرجال ليست بمهمة سهلة، تحتاج دائماً إلى قائد حاضر متعلم منصف مثال لمن هم تحت أمرته ومنضبط مع قادته ومسؤولينه في تصرفاته. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ونقل المعرفة اللي تعلمتوها في المجال اللي أنتم تخرجتوا فيه لإخوانكم ومرؤوسيكم في قوة الدفاع. قوة الدفاع ولله الحمد أنجزت على مدى أكثر من 50 عام مهام ليست بالسهلة، واليوم وأنا أتكلم وياكم في إخوان لكم يقاتلون على تخوم وحدود المملكة العربية السعودية دفاعاً عن الحق ودحراً للباطل وتثبيتاً للدين ودفاعاً عن الحرمين الشريفين، ولله الحمد جميع أعمالهم وإنجازاتهم اللي تحققت كانت بكفاءة واقتدار وشهادة من جميع الأطراف، وانتم سايرين على نفس الخط. وقوة الدفاع هذه ليست المرة الأولى اللي تدخل فيها عمليات، هذه يمكن المرة الـ11 اللي احنا دخلنا فيها على مدى أكثر من 50 سنة، وكانت دائماً ولله الحمد نتائج مشرفة وحققت جميع الأهداف اللي كانت مرسومة لها. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله أيضاً بتكون لكم فرصة تتعلمون أكثر في قوة الدفاع، إن كان في المجال العلمي والتدريبي أو في المجال العملي. بعد أوصيكم بالانضباط والتصرف بعدالة دائماً وبعقل مع اللي ترأسونهم، لأن أساس الخدمة العسكرية هي الاحترام المتبادل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ما في واحد فقط مسؤول يقول أنا قائد أو اللي غيره، كلها مسؤولية مشتركة تقاسمها الإنسان مع
ضابط الصف ومع الجندي ومع الضابط اللي وياه. فنتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في خدمتكم، وإن شاء الله بعد إلى مستويات أعلى في العلم، وبعد أهني المتفوقين منكم والناجحين في نتائجهم. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في السنوات القادمة إن شاء الله. إحنا اليوم اللي حققناه ولله الحمد كما ذكرت لكم مو بشيء سهل، جاء بتعب وحماس وإخلاص في العمل وإتقان، وهذا لا يأتي إلا بالعلم والمعرفة والانضباط. واليوم الحروب الحديثة تتطلب قدر كبير من المعرفة بالذات في المجال اللي احنا فيه. فإن شاء الله أن تكونون دائماً سند لإخوانكم وتمشون على نفس المسير اللي مشى عليه الجيل اللي قبلكم.